السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان الأخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم غادي نهضر على شي شيء على الدريساج، على الدريساج. علاش؟ ما الصراحة ما كنبغيش نهضر بزاف على الدريساج. علاش؟ خاصة على العضال لو موردون لاطاك، وهذا علاش هادشي حنا مقنن بزاف، ماشي بحال المغرب وتونس والجزائر ماتمو فاش كيديروا سميتو. ولكن ان شاء الله غادي نهضر عليه باش غنفيد شي شويه الناس، علاش لا. واليوم غادي نهضر على 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 لو موردون اللي هو العظام بالعربيه. علاش بزاف تاع الدراري كاين شي اختراط كيصيفطوا لك لي زوديو، ولا كيصيفطوا لك يقول لك اودي عندي مشكل مع الكلب ديالي، راه درسيتو لوموردون، درت ليه لوموردون، درت ليه العظام. المشكل راه كان عند واحد المشكل مع واحد السيد، الكلب ما دار والو، ما تحركش، ولا الكلب مشى وصل عند السيد وخلعوا هذاك وهرب، واخا دار العظام وهذا، ومن كيشوف صحابي كيعضهم وهذا. ولا دابست مع سميتو، جا الكلب عاض بغى يعض وضربوا السيد وهرب، والكلب هرب وهذا. هي راه الموضوع الخطر، الموضوع راه ماشي ساهل. الموضوع راه اول حاجه هو رياضه، والكلب راه ماشي غير اي كلب اللي غادي يجي يعض، راه داكشي راه لا بريباراسيون من الاول. كان واحد لا بريباراسيون بزاف. الكلب غير اما 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 غادي الى بديتي ليه من الاول، وبكل الخطوات اللي خسرها الكلب غادي يخرج لك مزيان مرقلي فراسو. الى بديتي غير باش ما بديتي بداك التخربيق وهذا سميتو، راه الكلب غادي غير يخرج لك فنيان، ولا يخرج لك مسخوط اغريسيف، ما تقدر حتى تكونتروليه. هذا مكان. وكاين الحوايج كما داك الفيديو اللي درت البارح، داك الفيديو اللي درت، راه كاينين الحوايج خاصه للدريساج، خاصه للموردون، خاصه للاتاك، خاصه ماشي اي حاجه. راه الموردون الخوت الموردون راه خاص الحوايج تكون صحيحه، ماشي كنجي دابا الدري كيجيب شيفونه ويلوى على هنا ويقول الكلب اتاك، والكلب الا عض فيه اي 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 اي، ولا سميتو خص الكلب غير يشد غربه بالنيابه القداميه. هذا ماشي الموردون الخوت، هذا ماشي سميتو، راه نورمال. المره الا كنتي عندك مشكله الكلب راه ما يعض لا كاع عض، راه هذيك العضه خفيفه. راه العضه هي اللي كنقولوا فونغول، الكلب ملي كيشدك راه كيشدك كامل، كيحشي كاع سميتو يديك ولا سميتو فمك، ماشي يشدك باب سميتو. داكشي علاش حتى الحوايج تاع سميتو راه انا كنشوف الدراري، والله العظيم راه كنشوف الدراري داكشي باش كتنوا بالكلاب ديالهم الخوت، فعلا الله يكون في العون. ولكن لا دير شي حاجه، ديرها مزيانه ولا خليها، هذا مكان. وداكشي علاش اليوم غادي نهضر شي شويه على هاد العضان، ولا هاد الموردون، باش نشرح فيه شي شويه ديال الحوايج الا كان الوقت. غادي نشرح لكم دابا حنا كيفاش كنديروا دابا الواحد هنا. بحال دابا عندي كلب، بغيت ندير السونتر تاع الدريساج، انا قبل ما ندي الكلب ديالي، قبل ما نديه انا باش كيبداو، انا هو الاول باش كيبداو ويشوفوا كيفاش داير لا مونتاليتي وهذا. عاد ندوز واحد لا فورماسيون، عاد بزاف تاع الحوايج، ماشي غير اجي ودير وربي الكلب ديالك العضان، كيشوفوك بعدا انت واش ايكيليبري، عاد شوف الكلب ديالك واش ايكيليبري. علاش؟ ماشي اي سلاله اللي كدير العضان، ماشي اي سلاله الخوت. دابا كنشوف الدراري يجيب البيت، يجيب ستاف، يجيب شي كلب كاع ما عرفنا كاع لاغاص ديالو، وبقى يدير ليه العضان. راه الكلب خصو يكون ايكيليبري، الكلاب هما اللي كيليبري، هما اللي كلاب دو غاص، اللي هما اللي كلاب عارفينهم دو غاص. داكشي علاش ملي كدير واحد لاغاص كيفيريفيوها بعدا مزيان، واش بعقلها، واش ستابل، واش بزاف تاع الحوايج. ماشي اي كلب تاع لاغاص، كاينين الكلاب راه الكلاب مقسمين على 3 جروب، برومي جروب، دوزيام جروب، ثروازيام جروب. وكاينين الكلاب اللي هما اللي كنقولهم دي شان دو بيرجي برومي جروب، هادو راهم راه دايرين، هما راه مختصين لداكشي. صراحة الاخرون نهضر لك عليهم، ودوزيام جروب وثروازيام جروب. هذا مكان الخوت، ماشي اي غاص. دابا تدرب الكلب ديالك على العضان ولا لو موردون كما كنقولوا، واحد الديسيبلين، واحد الرياضه ما عندهاش سمعه مزيانه عند الناس. حتى في اوروب كاين الناس كتقول لي راه كندير الكلب ديالي لاطاك العضان، تاتات بالغون اغريسيف، راه تردو الناس. مازال كتخلط حتى دابا في المغرب كتخلط دابا بين 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 الدريساج ديال لو موردون ولاغريسيفيتي، هذا ولاغريسيفيتي. وعندنا حنا في المغرب فعلا داير بزاف. هما اول حاجه كيقول لك اش من كلب، كتقول ليه مالينوا، كيقول لك واش ديسيبليني، ديسيبليني واغريسيف، هو ديسيبلين كيخلطها مع اغريسيف.
لو موردون كيخلطوا مع الاغريسيف. الكلب اللي ما كاين الاغريسيف راه سميتو راه الاغريسيف ديال الخوط، راه ماشي 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 هو الكلب، راه كاينين الناس ماشي غير دابا الكلاب، كاينين الناس كتلقى اغريسيف البلاد، كتلقى اغريسيف كلمة جوج بقى يطبخ عليك ويعاير ويطبخ وهذا، وتخرج لك الشم من فمه وهذا وهذا، كيجي واحد هاني سميتو انت راه كاع ما عارفك ولا هذا، كتجي تضربو ترشط فيه تتصل فيه قط فيه صافي، ديك الاغريسيف راه مشات ياك فهمتي. ولا كيتلقى مع شي واحد اللي هو سبورتيف، سبورتيف كيكون كالم وتطبخ طبخ طبخ حتى تعيا، كيجي كيدير لك ان بريز طاف كيحط كلر، داك الكلب ديالك راه مشات، حتى الكلب بحال هكا راه كاين الكلب دابا درتي له موغدو ولا سميتو اين باحي الباحي الباحي الباحي، تخرج الكشكشه من هنا ومن هنا من هنا، تجي تضربو ركله بوينتام مشى الكلب ما تشوفوش مازال، ولا تخلعو والله ما تشدو مازال. كان جاب شحال من دري كيقول لك راه الكلب ديالي درت ليه لو موغدون هذا وهذا وهذا، راه عض هذا وعض هذا، راه كتجيبو المضطاك هذاك دير المضطاك اللي عارف لا تكنيكو هذا، والله قسما بالله يخلعو ولا غادي يدير ليه ان بريز ولا هذا، راه الكلب صافي الا كاع يهرب الا كاع زعما تعاطق معاك غادي يوصلوا راس الدرب ويتسناك باش توصلوا. لا لا خويا لا الخوت راه لا لا لو موغدون راه 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 را را حاجه سهله وصعيبه، سهله وصعيبه. الكلب دابا راه الكلاب راه في داخلهم راه حيوانات اغريسيف في داخلهم راه العضان، ولكن هذا العضان اللي ما كيتحكم فيه راه راه ما كاين والو. علاش دابا بغيت نهضر لكم انا على هذا على هذا سميتو، كما قلت لكم بزاف تاع الناس كيخلطوا هذه الرياضه مع الاغريسيفيتي، لا هاد بالعكس بالعكس الكلب ديالك ملي كدير الموغدون هنا فاش كي 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 كيكون كيكون مزيان، ولكن دير ليه الموغدون مزيان، دير ليه الموغدون مزيان. اليوم غادي نحاول نهضر على هاد هاد الرياضه، شنو هو الهدف 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 ديالها، شنو هو الهدف ديالها ديال هاد لا ديسيبلين، هاد لا ديسيبلين اللي هي بون حنا كما كنقولوا ديسيبلين ديسيبلين كانين شنو المعنى ولا المزايا ديال شنو هما المزايا ديالها لي زافونتاج ديالها والشروط ديال ديالها لي كونديسيون شنو هو العضان او لو موردون العضان او لو موردون هو واحد الرياضه لا ديسيبلين ديال الكلاب ديال الكلاب اللي كتطلب بزاف ديال الدقه والدقه والصرامه، كتطلب بزاف تاع الدقه والصرامه، تكون لا بريسيز لا بريسيزيون اي لا ريغور، ماشي اي 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 اي, أي واحد ولا سميتو لا بريسيزيون اي لا ريغور. الا ما كانش الرياضه الا ما نقدو نقولوا هي واحد الرياضه الاكثر 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 صرامه الاكثر صرامه كما كنقول لا بلو لا بلو لا بلو بوينتيوز لا بلو بوينتيوز ما كان مروهاش بدون ما كان مارسوهاش بدون سبب ولا فقط غير لاجل مزيد من لانه من الضروري تشارك من الضروري تشارك وتكون حاضر وتكون حاضر 100% دو سانفيستير كما كنقول دو سانفيستير باش تعلم السيطره على الكلب على 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 الكلب ديالك apprendre كما كنقولوا apprendre à le contrôler هذا لو موردون هذا هو الشرط الاول. ولو موردون هو واحد النشاط الرياضي اللي نديروه مع الكلب ديالنا، ولكن كيفاش نقول لكم اللي ما كيدارش في اي مكان، مثلا في اي مكان دير فيه الموردون ولا ديروا مع اي واحد، ماشي مع اي واحد غير اجي اباجي ندير الموردون. هذه الرياضه مقننه بزاف 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 فهنا فهنا ديجا فهنا 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 مقننه، ماشي غير اجي ودير هنا فهنا وهنا في هذا البارك ولا هذا سميتو ولا اجي انت دير لي لبس الكوتوم ولا هذا، لا هنا مقننه وهي الرياضه الاكثر صرامه في هذا في هذا فهاد 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 التقنين فهاد التقنين. والموغدون ايضا هو واحد الرياضه ديال 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 الكلب اللي كتطلب بزاف ديال المتطلبات من حيث باش كنقولوا من حيث التعليم الابتدائي الاساسي، خص الكلب يكون عنده واحد 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 ليديكاسيون ديال لاباز واحد ليديكاسيون ديال لاباز، خص الكلب باش تبدا دير سميتو خص ديم نقولوا عليه كلاسيك
خصو يكون مثالي. بارفي بارفي. الممارسات هاد المغضون دون خطر الاندفاعات هذوك لو ريسك لي ريسك دو ديبوردومون. خص الكلب يكون كما قلت لكم تكون محكم في الكلب ديالك. وهذا ومن الواضح ان هاد لا ديسيبلين ديال لو مغضون او رياضه العض العضان ولا العض ما عرف صحيح هذه الكلمه بالعربيه ليست انضباطا لتعلم او تعليم الكلب. الا كنت مبتدئ زعما هاد ديسيبلين ولا سميتو ما كتعطاش زعما ما الواحد اللي ما عمرو ربى كلب ولا هذا اول كلب عنده غادي ندير له مغضو غادي ندير ليه لاطاك غادي ندير ليه سميتو. زعما هاد الناس اللي هما نوفيس اللي هما مبتدئين اول كلب سميتو خصو يتسنى نشوف الكلب بعدا نعرف شنو هو الكلب كيفاش كيتعاملوا الكلاب كيفاش سميتو ماشي غير يلا انا اول كلب عندي شنو غادي ندير خصني ندير المغضو ندير ليه لاطاك. هذا كيكون واحد الخطر كيكون خطر كبير هذا كيكون خطر لو مغضون هو واحد النشاط اللي قلت لكم واحد الاكتيفيتي ينبغي القيام بها لتعزيز اش كنقول لهم التعليم هذاك التعليم الاساسي هذاك بوغ فورس ليدوكاسيون دو باز نمشيو بعيد على داك الشيء كاع اللي كنطلبوا الكلب او ايضا نديروها اكتيفيتي سبورتيف كندير المغضون غادي ندير كاع انا اكتيفيتي سبورتيف ولا نمشي بعيد وندير بها لي كومبيتيسيون علاش لا وندير بها لي كومبيتيسيون ندير بها سميتو كاين دابا المباراه ديال المغضون علاش انا ما ندي كاع الكلب ديالي اب كي سميتو والكلب ديالي مقنن الكلب ديالي كارير الكلب ديالي مزيان في راسو هذا وعلاش انا كاع ما ندير كاع انا كاع اكتيفيتي سبورتيف كما كيديروا بزاف تاع الناس ومزيانه ولو مغضون ما مخصص للكلاب كما قلت لكم اللي هما متوازنه لي شان ايكليبري اللي مربيه مزيان اللي عندها واحد لاباز تاع التربيه اللي مربيه مزيان وماليها مولاها حتى هو كيكون ريسبونسابل كيكون مسؤول كتكون كيفاش كتكون واحد الاستمراريه واحد الحماس كيكون واحد الحماس كيكون اسيدو كما كنقولوا اسيدو اي انفيستي كيكون بريزون كيكون ديما مع الكلب ديالو كيكون على هذا الشيء اللي كيكون شكون كيفاش شكون اللي يقدر يدريسي الكلب ديالو للموضون شكون هذا اللي كيقدر واحد حاجه نقولها لكم الخوت هنا في لا فرانس المغرب مازال المغرب ان شاء الله قلت ما تقنن حتى هو راه غادي يمشي حتى هو راه ان شاء الله راه وفتح السن راه غادي حتى هما غادي يقننوا هذا الشيء زعما التقنين ديال الموضون هذا الهبل وهذا راه غادي يقننوه كما ترى في لا فرانس حتى هو راه كان في الاول راه انا خدمت في لي كلوب ديال الدريساج من 1980 ما خليت كلوب مشيت لهنا وهنا وهذا والدراري حتى هما كيدريسو برا وهذا كما دابا تعطري في المغرب بلا رخصه بلا والو في الاخر ملي طرو بزاف على ليزاكسيدون الكلب ما في اللي دير ليساه فلان شكون اش من كلوب طاف كيمشيو كنقول الكلوب ما عندوش الرخصه تاع الدريساج تاع الموضوع عنده مثلا غار ديال 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 لوبيسونس غار ديال لي اي غار ديال سميتو ما عندوش بزاف على سميتو بحال هكذا ودابا راه قنينوه دابا لي كلوب اللي كيديروا الموضون مديكلارين لا بريفيكتور مثلا عند البوليس وهذوك الناس اللي كيديروا دوك البروفيسيونيل اللي كيديروا الدريساج تاع الموضون راه حتى راه مديكلارين عند البوليس ماشي اي دريسور ماشي اي كلوب كاين دابا هنا الكلوب ما عندوش الرخصه ديال الموضون وما يقدوش يديروا الموضون انا خدمت في سميتو وفعلا شي با بروبل شنو واخا خدمت اعوام كنت نخدم كندير كلشي ندير لك لاطاك لا ديفونس لا غارد كلشي اللي بغيت نديرها ولكن ما درتش ما عنديش لاكارت بروفيسيونيل ديك ساعتي ما دوزت ما عرفتش قاتلياش ولكن في باتي با برو واخا كدير كلشي دي مومون او ما عندكش لاكارت ديالك لاكارت بروفيسيونيل با فيا لاكارت انا كادريسور جو بروفيسيونيل راه ما تي با بروفيسيونيل
واخا كدير كلشي غادي غير نزيدها لكم الخوت. دابا كاين دابا في البلاد يلاه كيدير واحد الكلب جوج كيقول لك انا بروفيسيونيل راه كاسميتو. لا 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 واخا تكون عندك ليكسبيريونس ديال المعر تاع 50 عام ليكسبيريونس تاع 50 عام الكلب ترفق صباعي ينعس ترفق صباعي يوقف ترفق راه تي با برو تي با برو اش كيهضر هما 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 لي كاب. باش غير غادي نقول لكم داك الشيء على الخوت انا ما كنبغيش ندير الدريساج في, 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 في القناه نهضر نشرح لك واخا ماشي مشكل ولكن دابا باش نشد الكلب وندريسيه هذا لو موردون هذا ما عنديش الحق ما عنديش الحق الخوت. ودابا هنا كما قلت لكم كما قلت لكم لو موردون لاطاك كاينين لي كلوب لي كلوب اللي هما مرخصين اللي عندهم الرخصه وكاع لي دريسور ديالهم عندهم كل شيء ديكلاري على بريفيكتور. كيكون مثلا كيكون شي مشكل الكلب ديالك عرض فين فين تدريسه تدريسه فين هان فين تدريسه فين تدريسه كلب بالورقه بكل شيء وكتحيد المسؤوليه عليك. اما دابا راه كانوا في الاول انا في 98 كيما الله بداو ديك الساعات لا سيكو بالكلاب لي ميتروشيان بداو هذا اللي لقى شي كلب يجرو اللي لقى شي كلب مخلط مجلط كيدي وق ويخدم. ودابا هذاك الشيء راه قننوه دابا عند يعني دابا الكلب الى ما داز ان سونتر دو دريساج وما عندوش الورقه بلي ان ان شيان داز في سونتر دو دريساج وانت حتى انت كتكون عندك الورقه راه ما تخدمش طلع ونزل راه ما تخدمش. كاين الناس كيخدموا مزال كيخدموا اونوار بحال هادوك ولكن وقت ما الكلب كيدير شي مشكل ولا هذا دريت ما الكلب منين من فين تدريسه فين هذا ما كان سميتو راه مولا سوسيتي تاع سميتو راه كي راه كي راه كيمشي فيها وبزاف تاع الحوايج. داكشي علاش دابا حتى حنا في المغرب ان شاء الله داكشي غادي يتقنن داكشي غادي يتقنن. راه هنا في الثمانينات والتسعينات راه كانوا غير اللي لقى شي كلب كما بغى يكون يجي. دابا هنا الكلاب الكلاب دو لاغاس اللي كيخدموا لي كلاب لي شيان دو غاس لا بلوبار سي مالينوا لي بيرجي المون كاين لو غود فيلير كاين ولكن المالينوا هما اللي شادين الراس كانوا في الاول هما لي بيرجي المون. دابا لي مالينوا لي بيرجي المون لي شيان دو غاس ماشي مخلط اش من كلب ما عرفتيش زعما داك دابا داك الميلونج وداك الكروزمون راه في الخدمه الخوت راه ما كيخدموش. هذه غير معلومه نزيدها لكم هذوك الناس اللي كيقول لك راه درت لاغاس ودرت هذا ودرت هذا. كما قلت لكم الخوت وفي الكلوب كدير شي كيتمارس في الكلوب ماشي في برا ماشي في الزنقه كيتمارس في الكلوب اللي عندهم اللي هما مديكلاريين وعندهم عندهم سميتو باش 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 الحق باش يمارسوا هاد 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 لو موردون. والدريسور حتى هو كتكون عند واحد واحد السيرتيفيكات ديال الموردون اللي كيسموها سيرتيفيكات دو كاباسيتي دو كاباسيتي او موردون. وهذا اذا هذا بروفيسيونيل كي دون لي ريغل هذا بروفيسيونيل دون لي ريغل وكتمارس كما كتكون في الكلوب وما عمرك دير زعما دير تعلم 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 العضان الكلب ديالك بوحدك. خلي ذوي الاختصاص والخبره هذا زعما زعما نصيحه مني لي برو لي برو عارفين باش ما دير شي خطا. تصدق الكلب عاد لك امك عاد لك اختك عاد لك باك عاد لك هذا هذوك اللي اختاروا ما عارفين دونك هذا 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 احسن. دابا انا كما كانش ما ندير في المغرب كلهم راه اللي جاب يجيب الكلب وعض وعض ويجري وهذا ونبيعوا هذا هذا الشيء راه ما سميتو. والسلاله السلالات ديال الكلاب ديال الكلاب المعروفه المعروفه والمفضله في هذا في هذه في الرياضه في هذه الرياضه هما جوج السلالات اللي كانوا في الاول جوج السلالات. والان الان كان عندكم عندكم الراعي الالماني كتقولي البيرجي المون وعندكم 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 سميتو بالمالينوا بجميع الانواع ديالو هاد اربعه الانواع تاع المالينوا هما المفضلين. واخا كاين دوك السلالات الاخرين راه كاينين تقريبا تقريبا ما يزيد 30 سلاله ولكن هاد السلالات هما اللي 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 معروفات بزاف بعد 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 نوصل. وغادي نهضروا ما هي شروط ممارسه هاد لو موردون لي كونديسيون لو كونديسيون علاش كاينين شروط بعد دابا هنا الشروط ديالها ولكن حتى في المغرب ان شاء الله راه غادي يطبقوا هاد الشيء ونتمنوه من عند الله باش يكون داكشي مقنن باش يمكن لك باش يمكن لك تمارس هاد هاد سميت هاد لو موردون باش هاد لو موردون هادي ولا هاد ولا هاد 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 لا ديسيبلين خاص يكون 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 عندك بعدا بون كما كتقول تما البيديغري هنا في لافرونس لولوف تكون عندك البيديغري هو الاول تاع الكلب عاد التلقيح تلقيح لي فاكسان خاص الكلب يكون 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 عنده جميع لي سوند يكون عنده اجور يكون عنده اجور هاد هاد هاد, هاد لي فاكسان باش ما يعدلهمش الكلب ولا سميتو. و
كيفاش خصو يكون من بين السلالات المقبوله. على كما قلت لكم كاين تقريبا 30 سلاله، خصو يكون بين السلالات المقبوله باش دير هذا سميتو علاش حنا هنا لا سونترال كانين، لا سونترال كانين هنا دايره واحد دايره واحد دايره دوك السلالات اللي خصهم يديروا هذا سميتو. ويكون ديجا دوز تيست، علاش كان واحد تيست ان شاء الله غادي نهضر لكم على التيست اللي كان اللي كيدوز هذاك مول الكلب، والكلب ان شاء الله في الفيديو القادم ان شاء الله ندوزو باش غتكون عندكم معلومه ودوز تيست ديال 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 سميتو، وحصل على واحد سيرتيفيكا. هذا السيرتيفيكا واش الكلب مزيان فراسو واش ايكيليبري او سوسيابل. هذا السيرتيفيكا اللي كنسموها لو سي اس لو سي اس ا وي لو سي اس ا اي، اللي هي سيرتيفيكا دو سوسيابيليتي اي دابتيتود ا لوتيليزاسيون. وي هي هذيك سي اس ا اي، هذه الكلب الا ما عندوش هذا السيرتيفيكا، لان الكلب مزيان فراسو تلقى ليه فيما تلقى ليه مع الناس، يلعب مع الناس، يجري مع الناس، يلعب مع الدراري كيجريو كيلعبوا الكره، ما مسوقش للكره، هاد كيقبلوك، ماشي غير يجي طاطا الكلب كما دابا في البلاد راه داير المغضون في ديك الزنقه وهذا يشوفك الكره، ما كان اللي يلعب الكره يجي على الكره ويهز الكره، لا ماشي هذا نو لو مغضون. الكلب كيكون كاري، اللي بغى يلعب يلعب، اللي بغى يجري اللي بغى، ولكن كيعطيه الرودر كيمشي كيقول لي ستوب كيرجع بزاف. المهم ان شاء الله غادي نهضر لكم على هاد البارتي الثانيه في الفيديو الماجي. وباش دير هاد الرياضه خاصك انت مول الكلب تكون عندك جميع الوثائق، جميع الجيستيفيكاتيف ديال الكلب ديالك، زائد لا ليسونس ترخيص لا ليسونس تاع الكلوب كتعرض عليها في العام، ودير هاد الرياضه غير في لي كلوب سبيسياليزي، ماشي كما قلت لكم ماشي في اي سميتو، ومع دي بروفيسيونيل ديك لا دي. شنو هي المزايا ديال 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 هاد ديال هاد الرياضه؟ المزايا ديالها عديده بزاف. كتعلم الكلب ديالك العضان، هو اولا رياضه كديرها مع الكلب ديالك، كتمنح ليه يخرج ديك الطاقه اللي فيه في ديك العضان كيخرجها، وكتوطد العلاقه ملي كتريني معاه، كتوطد ديك العلاقه بينك وبينه. تعلم الكلب ديالك العضان، كتعلم ليه يتحكم في ويسيطر على لي مشوار ديالو، على 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 لا فورس تاع لي مشوار ديالو تاع الفك ديالو. وكما كما 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 كنقولوا il maîtrise et contrôle la force de sa mâchoire، القوه والشده ديال 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 العضه، ها كما كنقول لا فورس لا تونسيتي ديال 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 دو لا مورسور. وكتعلمو يسيطر على النفس ديالو، كيفاش زائد كيفاش كتكون واحد العلاقه بينك وبين الكلب ديالك، وكتكون كيفاش هاد النفس ديال الكلب كتكون حتى مستقره ومتوازنه، كتكون واحد لا 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 ستابيليتي، واحد ليكيليب. هاد العضان هذا داكشي كلشي كيديروا. والهدف من 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 هاد من هاد الرياضه ماشي غير نعلم الكلب كيفاش يعض، ولكن الاهم من هاد الرياضه الخوت هو من اللي كنطلب ليه الطلب باش يطلق العضة يطلق. هذا هو اللي مهم في هاد الرياضه. ملي كنقول ليه طلق ستوب الت او بي،
هذا هو الهدف من 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 من, من هذا الرياضه. هذا الديسيبلين ولا هذا الرياضه كيفاش كتساعد على تعزيز عمليات التحقق الذاتي عند الكلب. كدير هذاك كما كنقولوا لي زيتو كونترول لي زيتو كونترول الغونفورس زيتو كونترول. واخيرا هذا الموضوع كيسمح ويساعد الكلب يتعلم يميز بين الحالات الخطيره وكيفاش ويفرق بين 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 الحاله الخطيره والحاله اللي ماشي خطيره اللي ما تحتاج الحراسه ولا الهجوم. بحال دابا كاين الكلاب كما قلت لكم كدير كيدرسوهم ماشي هو هذاك الموضوع ولا هذا هو موالف الدراري طاق يحرك يديه ينقز عليه يحرك يديه راه تمشي معاه في المارشي ولا تمشي معاه في البحر ولا تمشي عزميتو راه اللي تحرك ينقز عليه. هذا هو الهدف الموضوع في الهدف الموضوع باش الكلب يفرق بين الحالة الخطيرة. إذا كنت إلى شي واحد جاي يجريسي كل هذا الكلب عارب طاف راه مشى راه يطير عليه ولا الحالة الخطيرة جا واحد يسلم عليك راه عارب لأن الناس سيد راه جاي يسلم عليك مطالك يديه باش يقول لك السلام طاف راه عارف راه غادي يسلم عليك هز يديه باش يضربك طاف راه الكلب راه وانا هذا هو الهدف في هذا الموضوع باش الكلب يفرق بين الحالات الخطيرة والحالات اللي ماشي خطيرة. ماشي غير اللي يحرك يديه طاف ينقز عليه اللي يحرك شي شيفونه طاف الكلب ينقز عليه شيفونه هذا راه عنده زيف طاق المرأة هزا زيف طاق بغا دير فوق راسها طاف الكلب راه شيفونه هذا باش كنتريني ننقز عليه. لا خاص هذا هو الهدف المهم في هذا سميتو داكشي قلت لكم هذا الفيديو القادم ان شاء الله غادي ندير لكم نهضر لكم على شي شويه دريساج الموضوع شي شويه متعمق باش الكلب يدير الفرق بين الحالات الخطيره والحالات الخطيره امتى غادي يدير لاغارد امتى غادي يدير لاطاك امتى غادي يدير باش هذا هو اللي ملي كتدير للسونتر ولا عند لي بروفيسيونيل كيعلموا هذا الشيء. اما راه الدراري كاع في البلاد كلشي كيديروا لاطاك كلشي كيديروا سميتو ولكن الكلب ما كيفرقش هو الهزيه ديك كيطير عليه اغريسيف حتى لواحد الدرجه ما تصورش. اللي خصكم تذكروها وتشدوه في هاد الفيديو الخوت كاينين حوايج بحال لو موردو هو مباراه رياضيه سيت اون ديسيبلين سبورتيف اولا وثانيا لو موردو كي تدار في لي كلوب مختصه مع دي بروفيسيونيل. النقطه الثالثه لي موردون ماشي كلشي السلالات تاع الكلاب اللي كيديروا هاد لي موردون كما قلت لكم تقريبا كاينين 30 سلاله اللي هما معروفه اللي كدير هاد الموردون. غادي نقول لكم شي بعدها بون بحال دابا في الجروب 1 الجروب 1 اللي معروفين كما قلت لكم كاع لي شران دي بيرجي عندك لي بيرجي المو عندك لي بيرجي بلج مالينوا فيهم لي 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 غون لي غوندال فيهم لي كينوا فيهم لي تيرفيرين هاد الكلاب تاع سميتهم فيهم لي بيرجي دبوس فيهم كاع هاد الكلاب تاع لي بيرجي اللي هما راه الجروب 1 عندكم في جروب 2 الجروب دو عندكم لو دوبيرمان عندكم لو غايد فيلر عندكم لو كاني كورسو عندكم لو بوكسير بحال هذا عندكم تقريبا عندكم في لو جروب 3 لو جروب الثالث عندكم فيه لي غدال تيغي وما عرف داكشي مازال. المهم غير هذا الشيء غير سميتو ماشي راه دابا كاين الدراري كيجيب ستاف يدير لي لاطاك كيجيب البيت يدير لي لاطاك لو موردون وهادو لاكتر تاع الكلاب راه ما متوازناش في الراس ديالها سون با ايكيليبري وكتشكل خطر كبير وكبير وكبير بزاف. عاد عندكم عاوتاني النقطه الرابعه عندكم لو موردون ما كيدارش الكلاب اللي هي اغريسيف
باش باش تزيدهم في ديك لاغريسيفيتي ديالهم، ولا تديهم للبروفيسور اللي يكاناليزي ديك لاغريسيفيتي يشوف واش غادي يقدر يردهم سميتو. والحاجه الخامسه كنديروا لو موردون الكلاب ماشي باش نرجعوهم اغريسيف، الكونترير باش نرجعوهم كما قلت لكم موان اغريسيف ايكيليبري باش يديروا الفرق بين بين لاتاك وبين وبين الحوايج الخطيره والحاجه اللي ماشي خطيره. وعندكم عاوتاني الكلب ملي كدير له موردون كيتحكم، تعرفوا باش يتحكم في القوه ديالو والاعصاب وتعرف وتكونترولا. وشنو مازال هذا ما كان في هذا الفيديو ديال الخوت. نتمنى انت فهمتوا شي حاجه في هذا الفيديو. هذا هو الموردون الخوت، علاش بزاف تاع الناس راه فاهمين الموردون غلط و كيقول لك راه دريسيت ما دريسيت، راه كيعض ما كيعض، ولكن راه ما عضياش هذا، راه عضيا شي واحد اخر. سير كان صيفطو ما كيمشيش، ولا كيخلعوا الواحد وكيمشي. لا لو موردون كما قلت لكم راه كاينين اهل الاختصاص، كاينين دي بروفيسيونيل اللي كيديروا لو موردون، ماشي اي واحد الخوت اللي كيجي كيدير لو موردون كيديروا خطا وغلط. لو موردون راه الا كديري الا درتي الكلب ديالك مزيان مع دي بروفيسيونيل الكلب غادي يطلع مزيان، تعطي ليه لوردر يمشي يعض حبس. وهذا هو المهم في 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 الدريساج، هذا هو المهم في الدريساج. ملي كتصيفط الكلب ديالك الى الى شد كتقول ليه ستوب الت ستوب او اريت او بي تعطي طلق وجهي. المره الاولى كتقول ليه ستوب كيحبس، اب الت كيحبس، لاش كيحبس، طلق كيحبس، او بي او بي. هذا هو اللي مهم الخوت فهاد 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 لو موردون. اما راه الكلب راه تخلق هو ديزا سوفاج، راه تخلق يعض تخلق، هذا راه تدغيا دغيا. في نهار في نهار دير ليه لو موردون، في نهار دير ليه لاطاك، في نهار يعض، في نهار احسب ساعه ساعتين الكلب غادي ندير ليه اللي بغيتي في العضان وهذا. ولكن المشكل ملي كتقول ليه طلق ولا او بي ولا هذا او سير فكو، هذا هو اللي مهم الخوت فهاد 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 الدريساج هذا فهاد لو موردون. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. تحياتي للمغاربه كاملين من طنجه حتى للكويره، تحياتي للاخوان الجزائريين، تحياتي للاخوان التوانسه. هذا والسلام، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يا الخوت. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.